المدرسة الفلسطينية المشتركة في دولة قطر، الصف الرابع الابتدائي، فصل الدراسي الأول، مادة الرياضيات، أعداد المعلمتين الأستاذة شيرين عواد والأستاذة هدى الميقاتي. الوحدة الثانية، جمع الأعداد ضمن الملايين وطرحها. الدرس الخامس، التقريب والتقدير. مثال، لنقرأ معا هذا العدد: 8,962,136. قرب عزيزي الطالب هذا العدد لأقرب مليون. حتى أستطيع أن أقرب الأعداد سأقوم بعدة خطوات. ركز معي عزيزي الطالب، سأقوم بشرح هذه الخطوات. أولا، ركز اهتمامي في منزلة المذكورة في العدد، وهنا مطلوب مني أن أقرب إلى أقرب مليون، أي المنزلة المذكورة هي آحاد الملايين. إذن سأركز اهتمامي على منزلة آحاد الملايين. في العدد الذي لدي آحاد الملايين تساوي 8، إذن سأحدد 8 بخط. الخطوة الثانية، أنظر إلى الرقم الواقع على اليمين رقم 8 مباشرة. على يمين 8 لدي 9، إذن سأنظر مباشرة على يمين آحاد الملايين. على يمين آحاد الملايين هي مئات الألوف، إذن سوف أنظر إلى مئات الألوف. ماذا سوف أفعل؟ سوف أقارن. سنقارن منزلة مئات الألوف مع ماذا نقارنها؟ مع العدد 5. إذا كان العدد أكبر من أو يساوي 5 سنضيف 1 إلى 8، وإذا كان أقل من 5 ستبقى 8 كما هي. إذن عزيزي الطالب، سنقارن الرقم الموجود في منزلة مئات الألوف. إذا كان هذا الرقم أكبر من أو يساوي 5، إذن سنضيف 1 إلى منزلة آحاد الملايين. وإذا كان الرقم أقل من 5، إذن منزلة آحاد الملايين ستبقى ثابتة كما هي. ثم ماذا؟ ثم استبدل الأرقام التي على يمين العدد 8 بالأصفار. في المثال الذي لدي سوف أقارن 9 بالخمسة. 9 أكبر من 5، إذن 9 ستعطي 1 للثمانية. 8 سوف تصبح 9. ثم ماذا؟ باقي المنازل ستنزل أصفار. إذن العدد 8,962,136 مقربا لأقرب مليون، يصبح لدي العدد 9 مليون. لنأخذ مثالا آخر، بلغت الأرباح السنوية لإحدى الشركات الفلسطينية 8,423,614 دينارا. قرب هذا المبلغ لأقرب مليون. الخطوة الأولى عزيزي الطالب، سأحدد منزلة آحاد الملايين. آحاد الملايين هنا عندي العدد 8، ثم سأنظر مباشرة وأركز على منزلة التي قبلها وهي مئات الألوف وتحتوي على رقم 4. هل 4 أكبر أو أصغر أو تساوي 5؟ 4 أصغر من 5، إذن أصغر من 5 لا أضيف 1
ولا تؤثر للمنزل التي لدي، إذن الثمانية ستبقى ثابتة. إذن عدد 8,423,614 مقربة لأقرب مليون تساوي 8,000,000. نأخذ مثال، قرب الأعداد الآتية لأقرب أعلى منزل. المثال الأول، لدي العدد 635,050، إذن أعلى منزلة هي مئات الألوف وهو العدد 6، أحدد العدد 6، ثم أنظر للمنزلة التي قبلها مباشرة وهي منزلة عشرات الألوف وتحتوي على رقم 3، أقارن 3 مع 5، ما العلاقة؟ 3 أقل من 5، إذن لا تؤثر على المنزل التي لدي، إذن 6 تبقى ثابتة وباقي المنازل تنزل أصفار، إذن تقريبها يساوي 600,000. المثال الآخر، 77,220، أعلى منزل لدي هي عشرات الألوف، إذن أحدد عشرات الألوف وفيها رقم 7، ثم أنظر إلى المنزل التي قبلها مباشرة وهي آحاد الألوف وتحتوي على العدد 7، ما علاقته مع 5؟ 7 أكبر من 5، إذن 7 ستعطي 1 لمنزلة عشرات الألوف، 1+7 يساوي 8، وباقي المنازل أصفر، إذن تقريبها يساوي 80,000. المثال الثاني، لدي العدد 6010، إذن أعلى منزلة هي آحاد الألوف وتساوي 6، سأنظر إلى المنزلة التي قبلها مباشرة وهي منزلة المئات وتساوي 1، الواحد أقل من 5، إذن لا تؤثر على المنزل التي لدي، ستبقى المنزلة ثابتة وباقي الأرقام تصبح أصفار، إذن العدد 6,000. آخر مثال، لدي العدد 883، المنزل التي لدي هي منزلة المئات والعدد يساوي 8، المنزل التي قبلها هي العشرات والعدد يساوي 8، 8 أكبر من 5، إذن سوف تعطي المنزلة 1، 1+8 تساوي 9، وباقي المنازل أصفار، إذن تقريبها 900. خذ أمثلة أخرى، المسافة بين القدس وغزة 78 كيلومترا، انطلقت سيارة من القدس إلى غزة وقطعت مسافة 37 كيلومترا، أقرب المسافة المتبقية لوصول السيارة لغزة لأقرب 10. عزيزي الطالب، هنا مطلوب مني أن أقرب المسافة المتبقية، إذن علي أولا إيجاد هذه المسافة ثم سأقربها إلى أقرب 10. كيف أستطيع إيجاد المسافة المتبقية؟ أحسنتم، من خلال عملية الطرح، سأطرح 78 ناقص 37، الناتج 41 كيلومترا. أحسنتم، سأقرب العدد
41 إلى أقرب عشرة، كيف أقربها؟ ممتازون. 41، أريد تقريبها إلى أقرب عشرة، إذا المنزل المطلوب لدي هي العشرات، سأضع خطا تحت العشرات وأركز اهتمامي على المنزل التي قبلها مباشرة. الآحاد، وتحتوي على رقم 1، الواحد أقل من الخمسة، إذا لا يؤثر، ستبقى الأربعة كما هي وأستبدل الواحد بالصفر، إذا يصبح الناتج لدي 40. 41 مقرب إلى أقرب عشرة يساوي 40. لنأخذ مثال، قرب كما هو مطلوب في الجدول الآتي. العدد الذي لدي هو 7,805,220. مطلوب مني أقرب لأقرب 1000 ولأقرب 10,000 ولأقرب 100,000 وأقرب مليون. سأبدأ أقرب هذا العدد لأقرب 1000. منزلة الآلاف التي لدي تساوي 5. المنزلة التي قبلها مباشرة هي المئات، تحتوي على رقم 2. الاثنان أقل من الخمسة، إذن لا تؤثر على المنزل التي لدي. منزلة الآلاف تبقى ثابتة، والأعداد التي قبلها تصبح أصفار. ولكن ماذا يحدث للأعداد التي بعدها؟ الأعداد التي بعدها ستبقى كما هي. إذن هذا العدد مقرب لأقرب 1000 يساوي 7,805,000. المثال الثاني، أريد أن أقربه إلى أقرب 10,000. في منزلة عشرات الألوف لدي 0. المنزلة التي قبلها مباشرة وهي آحاد الألوف لدي الرقم 5. الخمسة يساوي الخمسة، إذن سوف يعطي 1 لمنزلة عشرات الألوف. 1 + 0 = 1. المنازل التي قبل منزلة عشرات الألوف ستصبح أصفار، ولكن المنازل التي بعد منزلة عشرات الألوف ستبقى ثابتة. إذن سوف يصبح لدي العدد 7,810,000. الآن سأقرب هذا العدد لأقرب 100,000. منزلة مئات الألوف تحتوي على رقم 8. المنزلة التي قبلها مباشرة هي عشرات الألوف وتحتوي على الصفر. الصفر أقل من الخمسة، إذن لا تؤثر على المنزل التي لدي. ستبقى منزلة مئات الألوف ثابتة. الأرقام التي قبلها ستصبح أصفار. الأرقام التي بعدها ستبقى ثابتة. سيصبح العدد 7,800,000. أخيراً سأقرب لأقرب مليون. خانة آحاد الملايين تحتوي على رقم 7. المنزلة التي قبلها مباشرة مئات الألوف وتحتوي على رقم 8. الثمانية أكبر من الخمسة، إذن سوف تعطي 1 لمنزلة آحاد الملايين، وستصبح 1 + 7 = 8، إذن 8 ملايين. نأخذ مثالا آخر، أقدر الناتج الجمع والطرح بالتقريب
كل من العددين إلى أعلى منزلة. لاحظ عزيزي الطالب، أريد تقدير. التقدير هو عبارة عن التقريب لأعلى منزلة. نأخذ مثال أول. ألف، لدي العدد 5,254,360، زائد 1,224,783. لاحظ معي، ما هي أعلى منزلة لدي هنا؟ نعم، أحد الملايين. إذن سوف أقرب هذه الأعداد إلى المليون. لنأخذ العدد الأول، ما هو العدد في أحد الملايين؟ نعم، إنه الخمسة. ما هي المنزلة التي قبلها مباشرة؟ منزلة مئات الألوف. ما هو العدد في منزلة مئات الألوف؟ نعم، اثنان. الاثنان أكبر أصغر تساوي الخمسة؟ نعم، الاثنان أصغر من الخمسة، إذن لا تؤثر على منزلة مئات الملايين، إذن تبقى الخمسة كما هي وباقي المنازل تنزل أصفار. إذن 5,254,360 مقربة إلى أقرب مليون تساوي 5 مليون. العدد الثاني، ماذا لدي في أحد الملايين؟ نعم، لدي العدد 1. المنزلة التي قبلها ما هي؟ مئات الألوف. ما هو رقم؟ نعم، 2 في مئات الألوف. هل 2 أكبر أصغر تساوي 5؟ ممتاز، الاثنان أصغر من الخمسة، إذن لا تؤثر على منزلة أحد الملايين. أحد الملايين ستبقى ثابتة وباقي المنازل تصبح أصفار، إذن يصبح العدد مليون. والآن 5 ملايين زائد مليون كم تساوي؟ ممتاز، 6 مليون. المثال الثاني، قم عزيزي الطالب بحل هذا المثال. أحسنتم، لدي في هذا المثال 5,903,600 ناقص 3,204,163. سوف أقرب العدد الأول إلى أقرب مليون. ما هو الرقم في منزلة أحد الملايين؟ نعم، إنه الخمسة. ما هو الرقم الذي في المنزلة التي قبلها مباشرة؟ نعم، إنه 9. التسعة أكبر أصغر يساوي الخمسة؟ نعم، التسعة أكبر من الخمسة، إذن ستعطي منزلة أحد الملايين 1. 1 + 5 = 6، وباقي المنازل تنزل أصفار، إذن هذا العدد مقرب لأقرب مليون يساوي 6 ملايين. العدد الثاني، 3,204,163. ما هو الرقم في أحد الملايين؟ نعم، 3. ما هو الرقم في المنزل التي قبله مباشرة؟ نعم، 2. ما علاقة الاثنان بالخمسة؟ ممتاز، الاثنان أصغر من الخمسة، إذن لا تؤثر على منزلة أحد الملايين، ستبقى ثابتة وباقي المنازل أصفار، إذن تقريبها يساوي 3 مليون. أكمل الناتج، 6,000,000 - 3,000,000 تساوي 3 مليون.
أحسنتم. شكرا لكم لحسن استماعكم.